أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تتواصل معاناة النازحين بالعراق خلال فصل الشتاء الذي نعيش في أيامه الأخيرة ومع هطول الأمطار وللعام التاسع على بدء قصة النزوح، إذ لا يزال النازحون يشتكون من نقص المستلزمات الصحية والغذائية ويقبعون في خيم مهترئة وأجساد أطفالهم ترتجف من الصقيع والأمطار. ليبقى السؤال قائما، ما الذي يمنعهم من العودة إلى ديارهم؟ ففي مخيم بزيبز بعمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، حيث يعيش النازحون أوضاعا صعبة في وقت يحاول فيه سياسيون استغلال قضيتهم والمتاجرة فيها، فضلا عن قيام آخرين بحملات لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا لكسب العواطف في وقت يهملون فيه أبناء جلدتهم دون أن يمدوا يد العون لهم. دعونا نشاهد هذا المقطع المصور الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي من مخيم بزيبز وحال الخيام هناك، فنتابع هذه الصور من داخل مخيم بزيبز. مهجرين ونازحين جرف الصخر، راويكم الخيمة مالت النازحين اللي قاعدين بيها. شوف هاي خيمة العائلة، مكونة من 4 نفرات، أب وزوجته وأطفالهم. شوف هاي خيمتهم وقاعدين بيها. إلى متى صار لهم 10 سنين قاعدين بالمخيم؟ لا يجيهم مسؤول ولا يوصلهم أحد بيده حل المأساتهم، حل الأزمتهم. هذا المطبخ هنا يطبخون عليه، هذا طباخ عين وحدة. شوف وهي عايشين على البوتيتة وعلى الزيت. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عان الجبور يدزيت قوافل السورية للزلزال والفقراء ما سوريا. طيب مو أهلك أولى؟ أهلك وشعبك أولى والأقربون أولى بالمعروف يا مشعان. زوجة الحلبوسي نوارة جت هنا لكن ما طبت المخيم، ما التقت بالعوائل، ما شافت حالة الخيم ووضعيتها، راحت الإدارة مباشرة وقعدت هناك وسوت لقاء وشو صحفي. مجرد أنه جت هنا لا جابت لهم أكل، لا وعدتهم بوعود، لمطتهم أدوية، لا حاولت تحل مشاكلهم. مجرد جت هنا عند الانتخابات تسوي دعاية لها وزوجها. ونبقى في ذات المخيم حيث تعاني العائلات القاطنة فيه بين الحين والآخر من الحرائق التي تحصل نتيجة اعتمادهم على وسائل الوقود البدائية للتدفئة وطبخ الطعام، الأمر الذي يعرضهم وأطفالهم للخطر بعد أن تخلت الحكومة عنهم ولم توفر لهم أماكن للسكن المناسبة أو تهيئ الظروف لعودتهم لمناطقهم التي ترزح تحت حكم الميليشيات. دعونا نشاهد معا اللحظات الأولى لاندلاع حريق في أحد الخيام المستخدمة كمكان للطبخ في مخيم بزيبز، فلنتابع. خيمة واحد من النازحين في منطقة البزيبز قطاع الثاني، وهي اشتعلت هسه قبل دقائق. ناشد الناس الخير والناس المتبرعين يشوفون هالحريق اليوم قطاع الثاني، احترقت الخيمة وهي مسويها مطبخ، وريد الناس الخير المتبرعين يساعدونها. يشوفون هاي احترقت قبل دقائق، هي مسويها مطبخ وريد الناس الخير الطيبين يساعدونا خيمة يساعدونا بغرفة. هاي اليوم الحريق مالتها. نبقى في مخيم بزيبز ومزيد من القصص المأساوية، حيث ناشد أحد أصحاب الاحتياجات الخاصة من مهجري جرف الصخر، ناشد أهل الخير لمد يد العون له ولزوجته المصابة بالسرطان، مطالبا إياهم بتوفير العلاج اللازم بعد أن تخلت الحكومة عنهم. دعونا نشاهد هذه الصور المتداولة من داخل مخيم بزيبز لمهجرين ونازحين جرف الصخر. الأخ يحب يناشدكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو من؟ أبو شهاب. أبو شهاب، فضل أبو شهاب. والله أنا زوجتي مريم.
ايه وعلى عربانه ايه ومقعد ايه ولا شغل ولا عمل ولا راتب. وزوجتي مصابه بالسرطان الثدي وكل 21 يوم ضربه جرح. تمام. ما عندي كل شيء غير رحمه رب العالمين. واناشد اهل الخيرين واهل الكرم واهل الغيره ان يساعدوني بالعلاج زوجتي. وما ان شاء الله ثم انتم. ان شاء الله يوصل صوتك للناس الخيره اللي تخاف الله. وهذا تطوعون عليها او تجيب تقارير ما عندي مانع. هي موجوده في هذا بيتي وتقارير ماها موجوده. هنا انت قاعد هم نازح؟ اي والله. ايش صار لك؟ والله صار تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات نازح انت؟ أيوة. من يا منطقه؟ من جرف الصخر. من جرف الصخر. وفي نفس المخيم ناشدت امرأة نازحة من نازحي جرف الصخر، ناشدت أهل الخير لتوفير العلاج اللازم لرضيعها الذي يعاني من أمراض في عينه في ظل ظروف مأساوية صعبة تعيشها داخل المخيم مع قدوم شهر رمضان. دعونا نشاهد هذه المناشدة قبل الذهاب إلى استعراض تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. فنتابع. أنا نازحة في مخيمات بزيبز من جرف الصخر، عندي هذا الطفل مريض والله، عنده حول بعينه ولا حول ولا قوة، والله لا راتب ولا قاعدة بخيمة، شفت عيونكم. وعنده مراجعة يوم الأحد، وأريد منها الناس الخير الطيبة يعني بكت يتبرعوا لنا الأوادم الطيبة خير كثيرين. على مراجعته يوم الأحد راجع، والله هاي شفت عيونكم، والله لا حول ولا قوة، حتى المسواق الأوادم تحسن علينا وتجيب لنا يا قاعدة بخيمة. والله هذا رمضان جاني والله حتى لا مبرد ولا كل شيء، منها الناس الخيرة تحزن علينا. وهذا الطفل والله هل حتى اللي ساعده يلحق أجر، وهيج عينه عنده مراجعة يوم الأحد بكت عدل مع مراجعته للدكتور، والله لا حول ولا قوة ولا راتب ولا. تفاعل عراقيون كثر مع هذه المقاطع، ومنهم من علق وقال على فيسبوك: عمر علي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن يغنيكم من فضله. أما أبو عبد العزيز العقادي فيقول: فرج الله همكم وأذل الله من أخرجكم من دياركم. أبو الحسن فيصل يقول: الله يسهل أمورهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. يقول: اللهم آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر قال: فرج الله همكم وأذل الله من احتجزكم وأخرجكم من دياركم. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية، أرحب بك معنا أبو عمر. إذن تستمر معاناة النازحين في مخيمات النزوح للعام 9 على التوالي، برأيك ما الذي يمنع الحكومة من إنهاء هذا الملف الإنساني وإعادة النازحين إلى مناطقهم؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وياك ابو عمر تشري من الناصريه. اهلا وسهلا، يا هلا بيك، حياك الله. شلون صحتك؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك ويحفظك. طبعا ما النازحين خطيه، يعني ذول تاذوا والله، تاذوا من الحكومه ثاني، الميليشيات الفاسده. حيل تاذوا مساكين، يعني تاذوا اذيه، يعني ماكو، ما صار بكل العالم طبعا. والله العظيم ما صار على النازحين خطية، يعني ما صار، مستحيل هاي بكل العالم ما صار. هم قاصدين هاي، يعني هم قاصدين القصد الصحيح. هاي الميليشيات القذرة هي جاي تسوي، يعني جاي تخرب. هاي ايران ورانا، هذا ايران شو تقول، هم جايين بدون جل ولا، هاي كلها ايران واسرائيل وامريكا جل ولا. هذول عملاء لعبوا الشعب العراقي، دمروا دمار، لا خلوا نازحين. يعني ابو عمر دائما ما يعني السلطات الحكوميه فضل. الحكومه الحاليه واللي قبلها كانت تقدم الوعود وتقدم يعني المشاريع لاعاده هؤلاء النازحين الى مناطقهم، ما الذي يمنع من اعادتهم الى مناطقهم لهؤلاء طبعا النازحين؟ جاي يوعدون، معنى عمي عمر جاي وعدهم كل وعود كاذبه، ماكو وعود صادقه. طبعا هاي كلها بحكم ايران، هاي بحكم يعني هاي مقصوده، هاي كذب. يعني يعني اوعدك وعد وزيك يا كمون. هاي سالفه ما يرجعون هم، هم جاي بذلوهم، هم جاي بذلون الشعب العراقي. عمي الشعب العراقي اسمعني يا عمر، اليوم ما ادري البارحه كتبوا هذا العميد الجامعي
الناصرية، ذولا عمي جاي يختالون بالعالم، يكتبون بالعالم، ذولا معروفين، الله شاهد والله العظيم، ذولا معروفين، ذولا عمي ذولا جاي ينتقمون من الشعب العراقي. بس أنا أقول اللهم يتقبل. لماذا قتل هذا الأستاذ الجامعي أبو عمر بالناصرية؟ نعم. ليش انقتل؟ تفضل. ليش انقتل هذا الأستاذ الجامعي بالناصرية؟ لأن الميليشيات موجودة، الميليشيات القذرة موجودة، مثل ما لعبوا بالنازحين جاي يلعبون خطف وقتل وسدد، هم جاي يخرجوا، ليش جاي يكتبوا؟ يعني ماكو أسباب مشكلة. أسباب محددة أي أي نعم لهذا أي نعم الأستاذ بالذات، ليش هذا الأستاذ؟ أي أكو أسباب موجودين، هاي الميليشيات موجودة جاي تكتب بالعالم موجودة، يعني هاي كلها حسب 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 إيران وأمريكا وإسرائيل. نعم، أنا أشكر أبو عمر من الناصرية كان معنا. دعونا نذهب إلى الملف الأمني في مناطق شرقي العاصمة بغداد، وتحديدا في مدينة الصدر، حيث تداول عراقيون وقالوا بأن مقدم في استخبارات الداخلية أقدم، وهو من سكنة قطاع 37 من مدينة الصدر، أقدم كما قالوا على اختطاف أصحاب محل صرافة، وذلك بعد اقتراض أموال منهم وتعذر سدادها، وقام بقتلهم ورمي جثثهم في الشارع، وفقا لشهود عيان ووفقا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وعندما عرفت أفراد عشيرة المغدورين قاموا بمحاصرة منزل الضابط وأطلقوا النار عليه بعد أن اعتقلته القوات الأمنية في مشهد يبين حجم الانفلات الأمني، كما قال عراقيون، بين الجاني وعائلة المغدورين على حد سواء. وكيف وصل الحال في العراق في ظل غياب القانون وعدم الثقة بالقضاء الذي يفترض أن يأخذ مجراه في مثل هذه الجرائم، كما عبر عراقيون بتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا أولا نشاهد هذه الصورة. ونبقى في مدينة الصدر ببغداد، ومن قطاع 37 إلى قطاع 48، حيث اندلع نزاع عشائري هناك تطور إلى هجوم على المنازل وإحراقها بعد إطلاق النار عليها في ظل غياب للقوات الأمنية المسؤولة عن ضبط الأمن في اللحظات الأولى للهجوم. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة من هناك قبل الذهاب إلى تفاعل العراقيين. أكد عراقيون بتعليقاتهم بأنه يجب تفعيل دور القانون وأن تكون القوات الأمنية على قدر من المسؤولية، وحصر السلاح بيد هذه القوات وسحب هذه الأسلحة من المواطنين. دعونا نقرأ بعض هذه التعليقات على فيسبوك. كذلك تقول عالية، تقول ليش هيج دا يصير العالم ونعقولها، تقول ليش هذا التهجم. أما بهاء فيقول، بهاء إبراهيم يقول، للأسف شوفوا لوين وصل بنا الحال، صارت ناس تقتل الناس والوضع خرج عن السيطرة والحكومة واقفة تتفرج، هو هذا عراق المستقبل؟ تقول بالخير عليكم. مروان التميم يقول، عند غياب القانون وضعف الدول تأكدوا بأن الفوضى حية لم تمت. الأستاذ حسين علي العباس يقول، فرض القانون يحد من تكرار مثل هكذا حالات الدخيلة على المجتمع. نعم، معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، أرحب بك معنا أبو عراق. استمرار هذه الصور، يعني النزاعات العشائرية، أخذ الثأر باليد، بماذا يدلل برأيك أبو عمر؟
السلام عليكم أخوي أستاذ عمر. حياك الله، أهلا أبو عراق من الفلوجة. وأستاذ عمر، بالنسبة هاي اللي جاي تحديث الاقتصادات العسكرية، هاي غياب الأمن من 2003 ولحد الآن. يا أستاذ عمر، إحنا إلى متى نترجى من هاي الحكومة، نترجى من القضاء الأعلى؟ عمي خل نشوف لنا دول أجنبية تجي هالشعب هذا تنقذه. يعني كافي صراعات يا أخي، والله يعني ما يعني بشر ما مليت أنت من الدم، يعني ما شبعت دم، ما شبعت قتل. إحنا ندري يا أستاذ عمر، قبل يسولفونا أبهاتنا يقول الحرامي كان من يجي بس يبوك، هسه عندنا الحرامي يختلف. نعم. وقبل كان الحرامي يبوك بس بالليل، هسه الحرامي بالليل وبالنهار يبوك ويقتل ويسلب وينهى، واشكال يا استاذ عمر. نعم. ما كافي يعني شو وقت هذا الشعب يرتاح يا استاذ عمر؟ شو وقت انا ناشد الشعب، ما ناشد لا الحكومه ولا الامن ولا القضاة ولا بس جاي اسال الشعب، اقول له يا شعب شو وقت ترتاح؟ شو وقت؟ احنا ارادتنا يا استاذ عمر، ولو شويه طولت علي. نعم. احنا ارادتنا تكاتف يا اخويا، تكاتف يد وحده. نعم. حتى نخلص عمي، نخلص، لان تعبنا كافي. نعم. تهجير، كافي قتل، كافي نزاعات، كافي. واحنا مقبلين على شهر خير يا استاذ عمر. نعم. خلي يسمعوني ذولا القتلة والمجرمين، احنا مقبلين على شهر رمضان يا ناس. نعم. حسوا باكر تقفون يم رب العزة، يم القاضي الأعلى، اللي ما ينفعكم لا محامي ولا غيره. كافي عاد. وأنا أشكرك أخوي. شكرا لك أبو عمر من الفلوجة، كان معنا. هل هناك اتصال آخر؟ نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم ملفات هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. Thank you.
أهلا بكم من جديد. نذهب إلى محافظة البصرة حيث تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة السيارات عبر كسر نوافذها في شوارع البصرة. أقدم أشخاص مجهولون على تنفيذ عمليات سرقة واسعة لسيارات المواطنين عند ركنها أمام الدوائر والمستشفيات وسرقة ما بداخلها بما فيها تلك المركونة بالقرب من مقرات القوات الأمنية ومراكز الشرطة. دعونا نشاهد هذه الصور المتداخلة. باب مستشفى الجمهوري ساعة 11 الظهر، عمل إنساني، جينا نتبرع دم. هاي طلعت لي سيارة فلشين جامع، وين قائد عمليات، قائد الشرطة، سيد المحافظ، وينكم؟ سووا لنا حل لهذه الظاهرة، سووا لنا حل. يعني الواحد ما يأمن لا على سيارته، لا يقدر يخلي يستمسك بيها، لا يقدر يخلي السلعة بيها. الله أكبر. تطبق السيارة قدام العالم وقدام الشرطة وقدام الخلق كله، وتجي تلقى طاقين الجامع حرامية وباقين دفترين ومسدس من السيارة. شو سبب هاي الحالة دي؟ شوف الجامع. وقدام العالم طاق السيارة وباقي الفلوس والمسدس وطالع. طبعا على الرغم من إعلان قيادة عمليات شرطة البصرة القبض على عصابة تمتهن السرقة من خلال عربة التوك توك في المحافظة وفقا لبيان نشرته، إلا أن مواطنين شككوا بتلك الرواية في ظل استمرار عمليات السرقة وكسر نوافذ السيارات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة ومبالغ مالية. دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. أخوي طلع من الدائرة، جيت السرسرية، كاسرين جام، هنا كاسرين الجام، كاسرين الجام، ماخذين فلوس من السيارة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا تفاجأت انه مو بس سيارتي اللي مكسورة، مجموعة من السيارات بالبصرة اغلبها مكسرين جامها ومبايقين فلوس اللي بيها، فشباب ديروا باركم وتخلوها بالشارع. بماذا عبر عراقيون بتعليقاتهم على فيسبوك؟ دعونا نتابع. موسى الرماس يقول: ما شاء الله القوات الامنيه حالهم سيطره بالشارع، يقول العيون الساهره شنو نايمين قاعدين. قحطان حسين يقول: هاي احنا وين عايشين؟ اللي صار قتل الانسان سهل، يمكن احنا عايشين بغابه، يقول قحطان. أما حسين ماجد فيقول: وين هم الاستخبارات، العمليات المشتركة، المخبر السري، شابس على الفقرة قادرين. أما سيرين الحديد فتقول: شنو هاي استهتار علني، يوم شلون بينا، ماكو أمان بعد. تقول نعم. معنا اتصال أبو سمية من الأنبار، أرحب بك معنا أبو سمية. تناولنا في الملف الأول حول استمرار معاناة النازحين في خيم النزوح، وفي الملف الثاني حول استمرار ظاهرة يعني اندلاع النزاعات العشائرية وكذلك أخذ الثار باليد من قبل أهالي المغدوري. في هذا الملف يعني مقاطع متداولة تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول ظاهرة أو عصابة في محافظة البصرة تقوم بتكسير زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها. تفضل أبو سمية، أرحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، طرح موضوعي النازحين بحد ذاته مأساة على القناة الفضائية. إن موضوع النازحين إذ يتكرر دلالة على حقد وتسيب الحكومة تجاه النازحين. وكثير من النازحين بعد أن عجز عن مناشدة الحكومة بدأ يفكر بالتدوين، بدأ يفكر بالخروج أو اللجوء إلى بلد آخر، وقد يخسر حياته أو قد يتخلص من هذا البلد ويستقر في بلد آخر. يا سيد الكريم، الغريب عندما تسمع في الأخبار
عن بعض الدول الأوروبية وكيف تعاملها مع النازحين. من الغرائب أن إيطاليا عندما أتتها إحدى السفن مبحرة في البحر المتوسط وتعرضت إلى مشاكل، بادرت إيطاليا إلى إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. فلننتبه، مهاجرون غير شرعيين، لكن الدولة الإيطالية بادرت وأرسلت فرقا لإنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين تجاوزوا الحدود البحرية واتجهوا نحو إيطاليا. لو تعاملت حكومتنا مع النازحين كما تتعامل الدول الأوروبية مع المهاجرين غير الشرعيين لكان حالهم حالا آخر، بل أصبح واضحا عند حكومتنا أن التعامل مع النازحين تعامل بطائفية وتعامل باحتقار، لأن الإنسانية مفقودة في المنطقة الخضراء. وشكرا لكم. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، حيث حمل مراقبون وناشطون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدهور والتلكؤ في إنجاز مشاريع القطاع الصحي في العراق المرتبطة بأرواح الناس بشكل مباشر. ويشير مراقبون إلى أن تلكؤ إنجاز المستشفيات وتردي النظام الصحي في هذه المستشفيات الحكومية أنعش المستشفيات الأهلية التي أصبحت أشبه بمشاريع تجارية على حساب صحة وسلامة المواطن العراقي دون مراعاة للضوابط التي تنشأ عليها المستشفيات. ففي محافظة البصرة وجه ناشط من قضاء شط العرب رسالة للسلطات الحكومية لاستثمار إحدى البنايات في القضاء وتحويلها إلى مستشفى يستفاد منه سكان القضاء الذي لا يوجد فيه مستشفى لاستقبال المرضى. دعونا نشاهد مناشدة هذا الناشط. عندنا طلب، احنا أهالي شط العرب نطلب من الجهات المختصة الحكومية، الجهات ذات النفع العام، احنا أهالي قضاء شط العرب وأهلكم ومن أقدم الأقضية بالعراق، يمكن هذا القضاء، وإحنا ما عندنا مستشفى، ونطلب تحويل هاي البناية إلى مستشفى عام لقضاء شط العرب. ترى جرة قلم المسؤول، وهذه مناشدتنا نوجهها إلى رئيس الوزراء ولا محافظ البصرة ولا كل المسؤولين اللي يقدرون يتدخلون بهذا الموضوع ويحلون هاي القضية. يعني هاي بالإمكان جدا، حل سهل، حل سريع لأهالي قضاء شط العرب. نعاني منذ تأسيس العراق لليوم ما عندنا مستشفى، والله العظيم يعني ماضينا أفضل من حاضرنا. قبل كانت مستشفى بالخمسينات، اليوم ما عندنا. فنطالب بتحويل هذه البناية، بناية مرتبة وكبيرة وحلوة، نطالب بتحويلها إلى مستشفى عام لقضاء شط العرب. ومن البصرة إلى قضاء الفهود في ذي قار، حيث طلب شباب من هناك ومن أمام مستشفى الفهود بالإسراع بافتتاح المستشفى الذي كان من المفترض أن يتم افتتاحه قبل سنة، إلا أنه لا يزال مهمل دون تجهيزه بأي مواد أو أجهزة. وتفاجأ الشباب بأن مطالباتهم المتكررة تسببت بتوجيه أوامر بإلقاء القبض بحقهم وحق زملائهم بدلا من الاستجابة لمطالبهم، ليقوموا بتكرار مناشداتهم على الرغم من هذه الأوامر القضائية المجحفة كما وصفوها. دعونا نشاهد. احنا يا شباب قضاء الفهود اللي علينا دعاوى كيدية من مدير عام صحة ذي قار أوس الحصونة، قسم من شبابنا ما حضروا بسبب تحفظهم. الدعاوى الكيدية بسبب مطالبتنا للأجهزة المختبرية قضاء الفهود، وبعد المطالبة الحمد لله وفضل شبابنا وجهودهم توفرت الأجهزة المختبرية. نصر مناشدتنا المدير عام صحة ذي قار بدل إقامة الدعاوى الكيدية على شباب قضاء الفهود، بدل إقامة الدعاوى الكيدية علينا وبدل جرجرتنا بالمحاكم صار فترة 9 أشهر. شوفنا حلول المستشفى الفهود اللي صار له سنتين من 2021 اليوم هكذا، لا محلولة مشكلته، لا كشف إضافي ب4 مليارات اللي كشف إضافي اللي مسوينه، لا موافقات على صرف الأموال، تلكؤ بالعمل. وأعلنت وزارة الصحة الحالية عن وجود أكثر من 61 مشروعا متلكئا يخص بناء المستشفيات منذ سنوات، موزعة على أنحاء متفرقة من العراق. وأضافت الوزارة بأن من ضمن هذه المشاريع مستشفيات
تركية وألمانية وأسترالية، إضافة إلى مشاريع مستشفيات عملاقة وأخرى ذات 100 سرير و200 و300 سرير، فضلا عن مراكز تخصصية ورعاية صحية. ويشير المراقبون إلى أن هناك مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 94% وتوقفت عند هذا الحد من الإنجاز، وأن توقف المشاريع منذ الأزمة المالية عام 2014 كان بداية أزمة المستشفيات في عدد من المحافظات، إذ لم تقم الحكومات المتعاقبة بإعادة تمويلها، فضلا عن مستشفيات لم يبق منها إلا الأرض المخصصة لها بعد أن نهبت أموالها أو ذهبت إلى جيوب الفاسدين، كما حصل مع المستشفى الياباني في قضاء بلدروز في محافظة ديالى، والذي وضع حجر الأساس له عام 2013، أي قبل 10 سنوات. دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى تعليقات الجمهور العراقي، فنشاهد هذه الصور المتداولة. هاي مستشفى بلدروز الياباني، وفسحنا بداخلها. هاي مساحتها عبارة عن مكان للزبائن، صاير مكان للحاويات مع الزبالة، تجيبوا الذب هنا. هاي المستشفى بلدروز الياباني، مساحتها متروكة، وحتى السيم اللي كانوا مسيجين بيها هم مبيوك. فهذا المستشفى اللي احنا نسأل عنها والناس تسأل عنها وين صارت. قضاء بلدروز اللي من أكبر الأقضية في محافظة ديالى، مستشفى متهالكة، آلة إلى سقوط، تعبانة. لذلك أنه بالأنظمة السابقة أنه أنشأوا أو اتفاقية يابانية أنه مستشفى الياباني راح يصير لهذا القضاء ولكل هاي الناس تتعالج بها، لكن المستشفى وين؟ هذا المستشفى. إلى تعليقات العراقيين، فارمان يقول الأبنية بيد المقاولين تابعين للأحزاب والحكومة، وهي هاي النتيجة. أما شيماء إسماعيل فتقول هذه نتائج المليارات المنهوبة واللي ما ينعرف على شنو صرفوها، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حيدر أبو تبارك الميسان يقول هذا هو الفساد بحد ذاته، وتم سرقة الأموال والميزانيات المشروعة للأعوام السابقة، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول حيدر. حيدر كاظم التميمي يقول الفساد ينخر جسم الدولة، وهذه الأحداث تكشف هذا الفساد. معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، كيف ترى المشاريع المتلكئة في العراق، وبالأخص المستشفيات التي لم تكتمل لغاية الآن بعد سنوات عديدة؟ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذي. خلونا نحكي لنا كم كلام نوجهها للشعب العراقي. هاي وحدة. اثنين، احنا عندنا هاي المستشفيات ولا هذه افضل، هي اليوم البارحة ايران استلمت 16 مليار من الميزانية مع العراق. نعم، 16 مليار. جو شفتوهم قبال عينكم الشهداء مع الدولة دواعش. شنو الشهداء مع الدواعش؟ هذول الشهداء مع ايران الثمانينات، قاعد معاهم السوداني قصص لهم من الميزانية. من اللقف شنطهم انطاهم ابو 10 ملايين ابو 15 مليون دولارات، ومن شغل باقي ضربها نور المالكي وقيس الخزعلي وهذا العامل ابو قوات بدر. سوى دياله كلها مقرات مال صواريخ. وانا قلت لكم بيها من عام الاول، البارحه مخدرات عبرت مني المسنجر على السيطره مال العقرب. الداعين امام الله محمد رسول الله. اما انت الله عبرت مني انا على بغداد، تقول نص طن عبرتها الميليشيات من سنجار، واليوم رجعتها الطياره، واليوم الطياره وقعوها دهوك البارحه. نعم، هذا الطياره وقعوها دهوك البارحه. شنو هي؟ مال بكت يقولون، ونقلت بمنشا تستلموها من سنجار وعبرت من السيطره. وفلا اقول لك كلام اذا ما صحيح، وش اعرف شو يصير بالعراق اعرف فيه. الدعين امام الله محمد رسول الله، وعبرت من سيطره العقرب طن مع السيارات كلها جنسيات، كلها رشوتها ميليشيات. والبارحه ينطي لك الشهداء مال ايران، ينطي الشهداء مال 17 مليار، والشعب مفطس. جاز ما استلم لك 50 لتر. اي مستشفيات استاذ؟ هذه ملابح هذا حزاب.
دمرت العراق اذا ما يقوم الشعب على ايران راح دمرت دياله. سويتها محافظه من ضمن دياله قلت لكم بيها من عام الاول. قلت لكم بيها كلها قواعد ووجاع تواريخ ممتده واني زلمه كبير عمري فوق 65 سنه. اعرف شاكو وماكو بالدنيا وممنون وشكرا. نعم. محمود من المصر كان معنا، معنا اتصال ابو علي من الديوانيه، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون ابو علي؟ رساله نوجهها للجوله. الو. تفضل ابو علي. رحم الله والديك. والديك. رساله للجوله، الدوله من تجيب لنا كهرباء وتاخذ كل شهر 100,000 كهرباء والمولده 50,000. لأن المواطن مغماس تحدى يا وزير الكهرباء. يا وزير الكهرباء تحدى المواطن مغماس، لا ماي ما تعطونه. وتاخذون كهرباء كل شهر 100-150 كل بيت. مولده 50,000. لكم والله طلعوا البعثيه اشرف من عندكم يا وزير. الو الو السلام عليكم. قاتل جديد. تعالوا من المنطقه مغماس. يا وزير الكهرباء اسود ابن الاسود. مكتورين. شكرا ابو علي من الديوانيه كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عبد الله من اربيل، تفضل ابو عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله، حييك وحيي المشاهدين المستمعين. اخواتكم اللي رسينا. الله يسلمك. استاذ انا قبل كل شيء اقول ابشر الشعب العراقي. اقولهم اكو مثل عربي يقول جاك الموت يا تارك الصلاه. هسه يمكن امكان يقولون ليش؟ استاذ هذول الميليشيات والذيول ايران ما يسوون الشغلات لله، بس هم يعرفون انه وصلتهم الرساله انه انتم ما ضايعين ولا تخاف هم حكتها وقالت لهم يا قدام لما سويت حاطه المراعي. بس انصح السودان نصيحات، اذا تريد يبقى وجهك بس نظيف قدام الشعب العراقي، انصحك هالنصيحه. اذا قبل كل شيء انت رواتب المتقاعدين شويه اهتم بها، هاي وحده. نعم. ولا تقول من الدرجه العاشره للدرجه الاولى، لا، هذول اللي ياخذون 2,000,000 و3,000 و4,000 و5,000 اقطع من عندهم انطي للمتقاعدين اللي هم رواتبهم متدنيه. نعم. هاي وحده، اذا تريد تخدم شعبك، اذا تريد تخدم شعبك. وهذول الموظفين هم اقطع من هذول، تعطيهم 4 ملايين و5 ملايين، اقطع من هذول نعطيهم رواتب، احسب لهم رواتب، ولا تخلي اي راتب اقل من مليون. عيب عليك شعبك ينزل، عيب عليك شعبك يحتاج، عيب عليك سايب قضى عمرك
بالجيش دمطنا انت بس التزيود بايران، ما كنت تخدمون بايران يخدم الجيش باي عائد كان عائد احمد حسن بكر عبد الكريم قاسم صدام حسين هذول وراهم المهم الرجال رجل دوله ما له شغله بك انت انت زين هو شو يسوي لك؟ هو جاي يخدم شعبه هسه انا كنت عسكري انا ما اخدم صدام احمد حسن بكر لا هذول انا خدمت العراق ما لي شغل بغيري انت مو زين انا شو اسوي لك؟ بس هكذا اقول لهم وتبشروا خير ان شاء الله ان شاء الله ما تقبر هالسنه وينضربون وصل نهايتهم ان شاء الله واطش حكايه الله خلنا اذاكرهم حتى حسبوها الطائرات اذا تكون من السليمانيه الايران المرافق النوويه ايش قد تحتاج حتى حسبوها 183 كلمه تحتاج يروحون يضربوها حتى محاسبين وجاك الموت يا تاركس خلف وحيك وألف شكرا لك استاذ ابو عبد الله من اربيل شكرا لك معنا اتصال عبد الرزاق من بابل ورحب بك معنا عبد الرزاق تفضل حياك الله يا دكتور عمر اهلا بك حياك الله يا اهلا بك هواي ما سامعين صوتك الله يسلمك ويخليك ويحفظك الله يحفظك ويبارك فيك دكتور عمر احنا خلينا نكون صريحين ومثل ما يقول العراقي طقها طق بطق نعم يا اخي ذولا احنا ما نترجى من عتهم يعني شيء يخدم البلد هم اتفقوا ويا المحتال على تدمير هذا البلد فكل القطاعات بما فيها الصحه التعليم القضاء كلها يعني هدفهم هو تدمير هذا الشيء فاحنا ما نتامل ولا نترجى من عتهم يعني أن ينهضون بهذا البلد لأنه دولة عملاء وخونة ومرتزقة فأنت من دولة يعني ما تعقد آمالك يعني وأنا أتعجب مرات يعني إحنا شلون نعاتبهم أو نطلب منهم أن يصححون المشاريع مالتهم يا أخي هم أجوا بهذا الهدف هو تدمير البلد يعني صار 20 سنة أو أكثر وكل المشاريع متلكة متهرئة وأموال طائلة صرفت يعني أموال كلش هو يعني تبني بلدان لكنه وينه يعني كلها مشاريع وهمية ومشاريع ما لها أي صحة على أرض الواقع هم اللي متنعمين بها فأنت شوفهم يعني هاي رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية صاروا قطاعيات مالية كلش ضخمة فما يهمهم يعني المواطن العراقي ينبني له مستشفى تنبي لنا مدرسة غيرها هذه مو بحساباتهم ولا ببالهم هم كل همهم يعني يدمرون هذا البلد بأسرع وقت وأتذكر أنا فد مرة يا دكتور عمر رئيس مجلس النواب الحلبوسي عند لقاء على أحد القنوات قال أنا التقيت بأحد رجال الأعمال العراقيين ويملك قنوات فضائية يقول التقيت به على الأستاذ بأيام ترشيح مالته قال له أنت شو اللي راح تشتغله بالعراق قال له أنا أريد عمر العراق وأبني بلدي قال له لا إحنا جينا حتى نفلش هذا البلد فيا دكتور يعني من أفواههم ندينهم يعني هي المؤامرة مكشوفة فما يبنون وهو نظام المحاصصة يا دكتور هو تدمير البلد يعني مو نظام يعني نظام وطني بناء وطن بناء ولا بلد هم اجوا على تدمير هذا البلد هذا هو هذه الحقيقه الواقع يا دكتور عمر فما نتامل من عتهم ان ينهضون بهذا البلد ويعني نشوفه بلد يعني متقدم وبالنسبه للمستشفيات اذكر لك يعني واحد من المستشفيات يعني شخص يعني رجل دين يعني هسه احنا نقول رجل دين هو قدوه المجتمع مو صحيح واتذكر فد مره من المرات يعني قام يستجدي أموال على بناء مستشفى والله أنا فواحد من الناس قلت هذا إنسان خير وهذا راح يعني من يدفع ويقلل من 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 ما وجهه على مود أن يبني مستشفى هذا يخدم الوطن فأنا شفت يعني أتوقع به الخير لكنه بعدين من بنى هذا المستشفى يا دكتور طلع إقطاعية مالية إلى ولعائلته يعني حتى الميت بالمستشفى يأخذ من عنده أموال فيا دكتور لا الرجل الدين نتأمل به خير ولا السياسي اللي نتأمل به خير فيا أخي بالمختصر هم كلهم عملاء وخونة ما يبنوا البلد شكرا لك عبد الرزاق من بابل كان معنا دعونا نذهب إلى الهاشتاج حيث انتقد ناشطون ومدونون عراقيون تعيين عضو ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عمر شاكر الحاج بمنصب مستشار لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني
وعد المدونون هذه الخطوة تكريسا للمحسوبية كون الذي تم تعيينه هو يتصل بصلة قرابة وهو النسيب حيدر العبادي على الرغم من كونه من مواليد 1995 وقد تخرج حديثا من الجامعة كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات التي جاءت تحت وسم تعيينات بطعم المجاملات. منهم من غرد وقال كمنذر مقداد يقول إلى متى تبقى هذه المجاملات على حساب الصالح العام. تغريدة من شموخ نعيمي تقول فيها ويقول فيها الخاطر فلان ومن أجل فلان الدولة لا تدار بالخواطر. مشعان الشبلاوي يقول تنصيب آلاف المستشارين هو هدر للمال العام. كيرال دلفي يقول الحكومة الحالية تحاول إرضاء جميع الأطراف من خلال تعيينها لمستشارين ينتمون لتلك الأطراف، تعيينات بطعم المجاملات. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.